واحد يمرر كرة في أقصى الجانب الأيمن عند مهند الشنقيطي إلى إيغور كورونادو. كورونادو حلوة أمامية محاولة عند حمد الله. جود الكرة بنزيما مع الكرة كريم يمرر واحدة في أقصى الجانب الأيسر إلى فابينيو. مع الكرة فابينيو مرة أخرى إلى بنزيما. بنزيما يمرر الكرة إلى رومارينيو. رومارينيو عدى رومارينيو يلعب الكرة حسين سالم أمامية إلى المزعج ركان الشملان. ركان عدى ركان مرة ركان مرة ركان عايز يبغتهم ركان يحاول هوساوي نقل في الجانب الأيمن إلى مهند الشنقيطي إلى انجولو كانتي مرة تانية في الجانب الأيمن إلى مهند بالعرض حلوة إلى كورونادو 30 متر بتاعته نادي الطائي ومتمركز عشان خاطر الكرة لا توصل لبنزيما ولا توصل إلى حمد الله وصلت لرومارينيو وبمسعود هو الآخر وضربة حرة وبقرار من المكسيكي وبمسعود يسيبها لحمد الله ولكن خبطت مهند على الأرض إلى رومارينيو 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 مع الكرة رومارينيو بيحاول يعدي وصلت إلى كورونادو عرضية حلوة ولكن فيتوري براغا كان كورونادو استعاد الكرة بذكاء إيغور كورونادو كورونادو ينقل الكرة لكانتي اللي سد لفابينيو اللي مرر الكرة أمامية إلى رومارينيو على الأرض إلى كورونادو كورونادو لعب كرة حلوة لمهند مهند ولكن إيهاب خوجة والمنصة تدخل شرحيلي ويقطع عند انجولو كانتي نقل في اليمين مهند الشنقيطي قدامه مساحة عايز يعدي لعب العرضية عالية لعبد الرزاق استلم عبد الرزاق وفيتو فلقط كده عبد الرزاق حمد الله لعب له كرة شوف التصرف الرائع يا ولد بشماله وركن بيمينه لكن فيتور براغا مصحصح وإلى ضربة ركنية أول فرصة محققة يمرر الكرة عند كورونادو اللي يلعب بينيه حلوة لحمد كورونادو حطها ولعبها على طول حمد الله اتحاد هو عبد الرزاق حمد الله يباغتهم اللعب البينية عند حمد الله ومعه روبرت باور في هذه المباراة أربعة كمان مش ثلاثة بينية حلوة لصالح العمري العمري يسجل الثاني الاتحاد ينهي الهدف الثاني 2-0 فوتها له يصبح الهدف الثاني لمصلحة نادي الاتحاد 2 الاتحاد لا شيء الطائي ينجح الاتحاد في خطف الثاني سلام يا سلام يا سلام وسقوط وخطأ ضربة حرة مفوز جدة تفرح كرة عالية من جديد ضغط مرة تانية ومحاولة أمامية وآدي هنا التغطية وهنا بقى أحمد بامس نفسه نقاط المباراة الثلاث ليصل إلى العلامة الكاملة 6